عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم من اليمن يسأل، يقول أنه رمى على زوجته يمين الطلاق وهذه الطلقة الثانية وهو غاضب، هل يقع طلاقه؟ نعم، أتانا هذا السؤال قبل ذلك وقلنا نعم يقع طلاقه. طيب إيش يفعل لكي يكفر؟ يراجعها فقط، يراجعها، ما في مشكلة، الحمد لله رب العالمين. يراجع زوجته الآن وقد بقي له طلقة واحدة، ويكتب ورقة مع ويشهد عليها اثنين، لقول ربنا عز وجل وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. حرام ان يشوف ولا يكلم، لا هي زوجته، ما زالت زوجته والحمد لله رب العالمين، ما زالت زوجته والحمد لله رب العالمين، لكن عليه ان يتقي الله عز وجل وان يحفظ لسانه من النطق بالطلاق على كل ما هب ودب، ان يحفظ لسانه من النطق بالطلاق على كل ما هب ودب، لان هذا الزواج واخذنا منكم ميثاقا غليظا، فعلى الانسان ان يتقي الله عز وجل، لقد استحللتم فروجهن بكلمه الله، فعلى الانسان ان يتقي الله عز وجل ولا يحلف الطلاق في كل ما هب ودب من الامور، ليس الشديد بالسرعه ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وايضا ننوي على هذه الزوجه الكريمه ان تتقي الله عز وجل في زوجها، والا تغضبه والا توصله الى هذا الامر الذي يؤدي بالطلاق، فيحدث ما يحدث من خراب البيت وتفرق الاولاد. ولذلك اعظم شيء عند الشيطان هو انه يفرق بين المراه وزوجها، هذا اعظم شيء عند الشيطان. لذلك ان الشيطان ينشر جنوده كل يوم، ينشر جنوده كل يوم، ثم بعد ذلك لما يرجعون إليه يبدأ يسألهم أنت إيش فعلت وأنت إيش فعلت، أنت وإيش فعلت وأنت وإيش فعلت، فهذا يقول ما تركته حتى قتل أخاه، هذا يقول ما تركته إلا فعل كذا، هذا يقول ما تركته إلا أنه سرق إلى غير ذلك، فيقول لم تصنع شيئا، حتى يأتي هذاك ويقول له ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهلي، فيدنيه منه ويحضنه ويقول نعم أنت، نعم أنت، نعم أنت، يعني أنت الممتاز، أنت الجيد الذي فيهم. وهذا حديث صحيح رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنه وعن أبيه، إن إبليس سيضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناه منه منزلة أعظمه فتنة، يعني أقرب منه منزلة، الذي يعني تعظم فتنته، يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما، فيقول له إبليس ما صنعت شيئا، ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأتي، فيقول فيدنيه ويقول نعم نعم، أو نعم أنت، نعم أنت. فلذلك أيها الكرام الفضلاء ننتبه من أن الإنسان أن يكون من الناس الذين يقعون فريسة لإبليس عافانا الله وإياكم، فأعظم شيء يحب إبليس هو الطلاق والتفريق والضرر، نسأل الله نحفظنا وإياكم من شر كل ذي شر، هو أخذ بناصيتنا ربي على صراط مستقيم. اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع موتى المسلمين، وعلى طاعتك احفظ وليتي ترزقني برها يا رب العالمين. تم تحرير صوتيا في ليلة الاثنين 18 خلوا من ذي الحجة الحرام لعام 43 و400 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.